قد عدت يا شهر الهدى، يا رحمة تسع المدى، يا طهر قطرات الندى، يا كل معنى للجمال. قد عدت يا شهر الهدى، يا رحمة تسع المدى، يا طهر قطرات الندى، يا كل معنى للجمال. أرواحنا مثل الحمام نشتاق من عام لعام، أرواحنا مثل الحمام نشتاق من عام لعام. آه قد عدت بالأجر الجزيل، تعطي الكثير على القليل، بالفضل ميزك الجليل. سيدات وسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في برنامجكم يومي، برنامج في رحاب الشهر الكريم. ويسعدنا في هذا المساء نستضيف السيد نور عبد الله الجبري، المدير العام لمجموعة البداية. سيد نور السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. الله أكرمك. سيد نور، طبعا أنت كمدير عام لمجموعة البداية عندك عمل إداري، وأيضا شهر رمضان عنده برنامج ديني أو برنامج عبادة، فكيف أنت يعني يومك جناقك ده كيف تقضي في شهر رمضان المبارك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان أول شهر التوبة، نعم، وشهر أي حاجة زول الله، نعم، يقبل أي طريقة أنت دايره لها، نعم، ده شهر مهم مرة، نعم، لكن في الأمل، نعم، نجي زمن سبعة ونص، نعم، تلا صلاة ولا وقت تلا بعد هي نمشي، نعم، قبال الزمن، نعم، بالصح، نعم، نظر إدارة، نعم، إدارة هنا في الدركشان جنرالنا نمشي قبال الساعة، يعني زول يمشي بسمع الوايس، يمشي يقرأ في القرآن، نعم، هي تفاصيل تفاصيل القرآن، نعم، دي مهم مرة هاي، نعم، عشان زماننا ده نقتل من البرنامج، نعم، من بعد ده زماننا ده، نعم، نمشي نفطر في البيت، نعم، بعد الفطور يعني نرجع في التراويح، صلاة التراويح، نعم، بعد صلاة التراويح زول ممكن فتران ممكن برجع في البيت، أكيد ممكن برتاح، نعم، ممكن الناس زين بيشيلوا عراقات وتسلي عراقة في الليل، نعم، يعني الله يدور من الله أي حاجة تطر من الله، نعم، وبوق ده مقبول أن تطلب من الله الصائم ده، الله قال أسألني استجاب علي. نعم. ورمضان هو شهر صادق بنقسم على ثلاثة. نعم. مع الأول هو رحمة، نعم، وسطه مغفرة، أخيره إتق من النار. نعم. سيد نور، بالفعل شهر رمضان شهر خيراتها كثيرة، وأنتم في مجموعة البداية عندكم عمال كثيرين يخدموا في شهر ده، وشهر ده شهر يعني الناس تفعل فيه الخير وتسير في الجانب الاجتماعي السوسيال. هل مثلا عمالكم في شهر رمضان انتم قاعد تفكروا فوقهم مثلا في بدايه شهر رمضان يحتاجوا السكر، يحتاجوا لبعض المواد، هل مثلا عندكم الجست عن السوسيال في شهر رمضان وبعد؟ فنعم، كل ما شهر رمضان نفكروا للناسنا، الناس الشغالين معنا مهم مره جدا، الناس اللي مجوزين عندهم عويل في جميعنا، نعم، نعم، نجيب له سكر، دقيق، والزيت واي حاجه يعني نساعدهم يمشوا، فالنادر ما مزوجين، نعم، كمان سليباتر بقول له ما مزوج، نعم، الدار بقول له ندول وريش يمشي يشتري الخلق من السوق، نعم، بعيد، نعم، بعيد مع الشركه في مصنع، مصنع ده جماعه ده يمشوا ساعه اثنين، اثنين ونص ظهر، ظهر اثنين، اثنين ده يطلع يمشي في البيت، يوم الجمعه والسبت
هم برجو صار 12 12 برجو من دقة على جمعة وسبت يوم شو بيتلاتي إجازة كذا وقت رمضان ده مشوية صعب إذا نزول بيشتغل في الشركة ده ممكن بيأتش ممكن بايع عشان ده ولا نخلو مجان يمشوا يوم زول كان بدر ممكن بنوم زول كان بدر ممكن يمشي محل بحضر محل الدروس محل الدين ده يمشي حضر زول كان بدر يمشي بيسلي برضه يعني عندنا مجان ده كل ما وقته يعني وقت تمر طوال يمشي شباب دول يصعد من هناك يمشي على البيوت ومن البيوت يمشي مع الله ما شاء الله ده اللي برضه عملنا جاي نعم ده بخصوص يعني انتم في الكالندريا في جدول انا في رمضان عنده وقت تنطول العمال في اللي يمشي يرتاح اللي يمشي يعبد اللي يمشي يزور اهله فشيء جميل يعني ده يعني مجموعه البدايه قاعده تسوي لعمالها هل عندكم يعني خدمات اخرى تقدموها لكافة ما لعمالكم بس للناس الآخرين المواطنين الآخرين ده مثلا يعني المياه ده زي ما وريتها في البداية يعني هو شهر رمضان الناس قاعد بيشربوا كثير فهل مثلا أنتم عندكم مساعدات مثلا للمساجد أو حتى مثلا للناس مثلا في الطرقات الناس مش متأخرين دايرين يلقوا مثلا مياه في الدول الثانية الناس توزع المياه في الشوارع فهل مثلا أنتم عندكم فكرة زي ده في الشركة ولا ما عندكم؟ يعني في شركة ده نعم بقى نفسي بس يعني كلامه ده لا. كلامه كويس جدا نعم في مساجد نعم والقاعدين في مثل الناس الشوارع لا الناس غير الحكومية نعم الأورجانيزاسيون نقول لهم تاع الناس زين ده بيجوا أي زول كان جاب ديمان زول كان ما جاب ديمان كل الناس الانستيتيوشن كبار اللي نعرفه ده نحاول نمشي نتو الجوان برضه ناس المسلمين صايمين ده بعدين بيجوا بيصلوا الثلاثة التراويح مهم مرة هي نودوا نقسموا المويه هناك برضه شافوا يعني بيشيلوا يعني هم في صلاة زول ما بيأتش يعني بيشيل عندك القزاز قدامك تشرب يوم ربع تسلي على صلاتك نعم عشان ده قاعد نعمل دايما في شهر رمضان الكريم الإنسان المؤمن إذا دعا ربه الله يستجيب دعوته فأنت أحد أبناء جاد تقدر تورينا شنو أنت تتمنى لبلدك جاد في شهر رمضان ده الشهر رمضان ده يعني سوينا نتمنى في بلدنا أمني والسلام أول نقطة أمني والسلام الله يجيب لنا أمني والسلام في بلدنا ده النقطة الأول والنقطة الثانية الشباب طبعا أكثر من الشباب يداوا زمان في الكارت كروت يمشي على كارت لحد الساعة 4 صباحا 3 ونص حتى بزاف من المحل الكارت ده يجي في البيت ده إذا كان عمل عبادة أبدا له الشباب دول خليه يحاول يعني برامج يعني استراتيجية آخر يمشي يقروا في القرآن يمشي ينوموا يمشي برنامج آخر كان عمل خيرات ده أبدا من هذا يمشي بلابو كروي ده نقطة تانية والتحلتة بالنسبة طبعا شيوخ القايدين في البلد ده اللي يقولوا كثير يصل من الله الله يوفقنا الجاهدين كله بقلوبنا واحد الله يجيب لنا بقلب واحد يعني الله يطور بلدنا الله يثبتنا الله يعني يوفر لنا ظلمنا يعني الله يدخلنا جنة نايم جنة فردوس ماشي يدخلنا شهداء من بيها رسول نتمنى من الله ثاني أن طبعا مثل إذاعة القرآن الكريم وما خلى كل ما سنة عنده كل ما في رمضان ده طبعا عنده كشين رفوز البصالو الأسئلة والعنده إجابة البصالو ده برضه قاعد نستفيد ونقول للشباب دول زول كان ما عنده ممكن يخليه يمشي يحط الراديو حقه يمشي ممكن يحط التلفزيون يستفيد هذا الطريق برضه الثاني والشباب التانيين الزمان طبعا ناس بنوم في الوقت كله من صباح لحد مثلا في النوم ده برضه ما خلى خسارة الشباب دول خليه يذهب من محله يمشي في المساجد محل الدرس قاعد تفسير القرآن قاعد قرآن الترى قاعد أي حاجة قاعد كنت تدرس كان عندك سؤال كان عندك ترى محل هل يمشي يحاول معهم يمشي محل الدروس يستفيد هذا الشهر من عندك شنو؟ ناس التلفزيون ولا الجرايد ولا جميع الصحفيين طبعا انتوا برضه كل ما سنة في رمضان تم ولا غير في رمضان برضه قال تعملوا لكن في رمضان ده مهم قاعد تزوروا قاعد نشوفكم في الايات الخيرات والبرنامج دي لان ده الله يدوكم صحة كويسة والزمن برضه الله يدوكم ايامكم طويل يجدكم ان شاء الله يعني حول اعمالكم ده ما تخلوه وصلوا قدام مرة الله وسنة قدام امين ان شاء الله والجميع طبعا الصحفيين قاعدين ده نشكرهم كثيرا من بلدنا رب الحمد لله ما قصرتوا يعني حاسة برضه اينا مع صحفيين مع اي زور نزول قدر بيبني التنمية عن البلد إنه ده هنا وراه يعني ده خلي يعني الشباب دول كله في محلكم برضو القايدين معاكم برضو فاهمون خلي بواصل في الطريقة ده بلدنا راح خلي تقدم لنا تمام بالطريقة الثانية أنا أريد الثانية نشكر الله رئيس الجمهورية إدريس ده بيتنا والله ما خلى هي محل في صراحة كده يعني بلد بيت دولة ما خلى الشوارع زمان عندنا مشاكل بتاع الشوارع كله بيجي الزلط مستشفيات بيجي كويس
ايكول حيقدر كله إيه. الحمد لله ما قصر تطور عم نقول له تطور الله يدي امور طويل يعني بيجيبه نفس الطريقه ده بيأبسوا امني وسلام قال لي بس اللي انا بلان قدام بقول الله يدي امور طويل. السيدات والساده اذا كما قال سيد نور عبد الله الجبهري المدير العام لمجموعه البدي لابد جهات ان تبني يعني عبر ابنائها والابناء لابد ان يكونوا مخلصين ويبنوا جهات ان تكون امنه مستقره مطمئنة. إذن بهذا نصل وإياكم إلى نهاية برنامج في رحاب الشهر الكريم، وفي نهاية نشكر السيد نور عبد الله الجبهري على حضوره في برنامج في رحاب الشهر الكريم، ونشكركم أنتم على حسن الانتباه والمتابعة. حتى ألقاكم غدا مع ضيف جديد، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شيكي بيبي كانت تد يا نعرف انا نعرف كي قلت انت بعد ما بيننا وين يا سلام ها رجل انا بدك مش هيني وهيني بس مش لو بيننا نجي ننام فوقنا وكيف فوقنا والله نفس الشيء وي انا شفت الشيء دي انا ما قلت ما معقول شي شنو يعني كان رجعت في يمينه نعرف شيء اني سيني تعرف شيء اني تقبل والله انا كمان يعني علمنا انا كيف عليك كمان انا كيف عليك كمان جبت العين جيدين حس انا سويت ده كله قلت الشيء دي سشي ده كل شيء انت برنامج هاي ثاني برنامج فيه برنامج كاي برنامج دي دور شفت بنتلاتر كل دور مكان دي كبار ولك بطل اعطيني ساي ناري ولي بيتا بس وطن ما جي الله اكبر انت فرقو كل ان بار يا من انا جاي اشرب دايبة ما شاء الله والله نسي ما شاء الله انسي ما شاء الله انا حاسد ما انا ما نتك هاي اللي دن دوك دي لسو سوق الغرب من الف دي امشي فوق الف ثلاث الف هم وين نجكم يوم بعشر الف وشفت الريح والله الريح يزيد الروح تمام كله تمام الريح يزيد الروح الريح كمان بيزيد الروح يا حب يا اناناس الله اكبر كمان انا على التور خليت هاوس بقيت على التور مشيت فوق وين نتيجة مشيت فوق بس فوق على التور تور وقلت قال على التور مجازنا مردوس اخي على التور مجازنا مردوس بني جاروش لامبروان كل ألف وكل شيء جاي من أوروبا وجاي من آسيا وجاي من قليل وكل شيء الغالي بس أنا جاكف والله كويس وي. كويس كمان والله كويس أنا بيجي التجار شيك خلاص أنا سالين كل جايين جدا وهقدر بس حتى كل الناس جاي رجوني قلت على السينما نجي نخشان نشيفك ناس جاي هاي بيرو قبل أنا كان بيقول لكم نقبل والله ده هذا شغل أساسا كده أنا بشوك ده يقعد بكار واي وهير كان جيت كم ماي يقعد بكار واي هو أنا كل بكار أنت شكيت بس شكيت بس يا كم نري ماي دور ماي دور درن ما يسيش أسمعك هسا أنا شفت برنامج تاني هسا قشيت ده أيه أنا قلت شنو أنا ما هسا نهجر بكرم دبي بس كلام دبي بس أسمع أنت ما شو كم سنة لا والله أنا شغلي كل سنتين وسنة ونص
داير شوفوا شوفوا البرنامج كيف هنا قليل مرتاحين نقول برنامج الرحلة نشوف الشيء الماشي والجاي أنا ما دايرين ولا شيء ولا شيء إلا نمشي نتفرج ونقبل في المطعم يا سلام يا نوي لسه تفوق الفوق لسه تفوق الفوق مع الناس طيب طيب يا توا يا واه أنا ما كلمت لك كده عندي حفلة هناك كده يا هجة وأنا في الحفلة كده الناس يتكلموا قال توا حس الدحين توا بيجي العمارات لا لا اسمع توا حس من توا التورنا جينا في التور انت في التورين جينا في التور طيب يعني شكرا كثير والله ألف شكر يعني أنت ما في شكر جمعتني من عند الناس ذاته يا سلام البني آدم الخشم اللي ياكل الحاجات ده والله خشم من اللي يقتل نادر يواه من اللي يقتل نادر حسا انت ما توا حسا توا ده بس عبت الدكان تور اصل تور ها شفت شغل ده تور وتمر الجنان هدي جاي من كبارات انا من اكترة قالين ما انتو نادم اخر جادي الا انت بس جادي ارجنال ها شفت شي دي كل ما قلت لك شفت ده يا تشكينو لكن كويس جدا يا الله اكبر يا ساتر نفر ما في كثير يا ساتر يا جو يا ساتر اوكي انا نمشي اي ونجي جنب بكره لا لا ما اقول ما اقول ما عندي اشكال والحفله انا نتكلم للفنان كمان يتكلم يا باسمي باسمي خليه يقول تو وانا نشك وتورنا كمان انا نشك لو وتورنا انا نشك لو لا 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 اتكل فيه صاحبي وانا نمشي ونجيك بكره تستناني بكره على كل هذا انا نجيك ونلقى كلمه كلمتين يا حبيبي يا جاهز وي طيب ما السلامه يا حبيبي ما السلامه يا سلام انا نجيك بعد يومين وي تستناني جارنتي كهردي شناخي كريزي وانا قلبي انا وانا قلبي شو مرادو بانو يا جانو ابو فزة دامنا اللي الى راينا